اخترت هذه المهنة لأن أنا مخضرم، عشت الملكي وعشت الجمهوري ولحد الآن عايش والحمد لله. ما خشعتونه أتكلموا للناس بين الماضي والحاضر، وأغيد أقول في كل كلامي المحبة والمحنة بين كل الطوائف. هذا اليوم بطريقة يعني استهدف بها الشباب وعوائلنا، هدف إلى رسائل اجتماعية. هاي الرسائل الاجتماعية عن الأوضاع اللي يعيشها المجتمع المصلي.